يعتبر برنامج فكرة لتطوير الأعمال مبادرة أولى من نوعها في الكويت والمنطقة، تهدف إلى دعم ومساندة الشباب لتحقيق طموحاتهم ومشاريعهم من خلال توفير الفرص وضمان نجاحها. لا معنى للأحلام ولا فائدة للأفكار بدون خطط متكاملة متناغمة واقعية تحرك الحلم وتنمي الجهود وتوحدها. اليوم وجود مجاميع وطنية مثل مجموعة كيوبيكل ومشاريع تنموية شبابية مثل مشروع فكرة هو أساس نهضة الكويت إن شاء الله، وأساس بناء قطاعات جديدة وصناعات جديدة راح تنوع مصادر الدخل للبلد ككل. البرنامج يشمل منظومة متكاملة ستسهم في خلق فرص عمل وتحويل أفكار الشباب إلى مشاريع واقعية. الحقيقة الصندوق الوطني محتضن ومشجع وداعم ومساند لكل ما من شأنه دعم الشباب ودعم مشاريعهم، وكذلك دعم الفعاليات لمثل هذه الفعاليات. تبقى مثل هذه البرامج تمهيدا مناسبا لتنفيذ الرؤى الشبابية عبر دعم مشاريعهم من قبل جهات الدولة المختلفة على رأسها وزارة الشباب. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.